لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. مش هقول ولو ده مشهد، ده مصيبة سودة. ما تمسكليش الورقة، أنا حافظة الكلام بس مش حافظة اللحن. لا أنا ما أعرفش أشتغل بالعصبية دي. جاي الأسمر جاي وافتكر زمان. يا ليلي يا ليل. أه يا محروس. أنا جايلك يا حبيبة القلب. I'm coming محروسة. احنا نقرا من الورقه مش نحفظ. ايوه وين كنت يا شايب؟ حرام عليك تتركني اموت قبل ما اشوفك. قبل ما اشوفك؟ قبل ما اشوفك. وين كنت يا شايب؟ حرام عليك تتركني اموت قبل ما اشوفك. وين كنت يا شايب؟ حرام عليك تتركني اموت قبل ما اشوفك. قبل ما اشوفك. قبل الجيم دي. قبل ما اشوفك. لا تحكيني يا شوق، قلبي بيتقطع إذا تركتيني. أنا حاسة يا شايق إني راح أموت. بعيد الشر عنك وسلامتك يا شوق يا حبيبة القلب والفؤاد. حبيبي شايق. إيه. حبيبي روح شايق. أريد منك طلب وما تقول لي لا. أريد منك طلب وما تقل لي لا. ما تقل لي. أوكي لا. بس نحفظ الكلام، سيبك من الإحساس. طيب. دلوقتي. طيب. هدية يا شوق. بس أموت. إيه بس أموت لازم تتزوج؟ يعني إيه دي بس أموت لازم تتزوج؟ بس يعني لما أموت لازم تتزوج. تتأكد؟ يعني ممكن. يبقى أقول له بس إذا مت ولا ما بيقولوش إذا؟ إذا مت. إذا مت بلاش كلمة بس، إذا مت لازم تتزوج. إذا مت. إذا مت يا شايق أريدك تتزوج. إذا مت يا شايق. إذا مت يا شايق. إذا مت يا شايق. أي إذا مت يا شايق أريدك تتزوج. أريدك تتزوج. لا ما أنا مش أنا مفروض بعيط وزعلانة، مش مكسوفة منك يعني. أنت مش مكسوفة بس يعني واحدة بتموت. ممكن اديني إحساس واحدة بتموت يعني. تفضلي. طيب. تفضلي. وين كنت يا شايق؟ حرام عليك تتركني اموت قبل ما اشوفك. لا تحكيني يا شوق، قلبي بيتقطع من الحزن اذا تركتيني. لا تحكي. انا حاسه يا شايق اني راح اموت. بعيد الشر عنك، بعيد الشر عنك وسلامتك يا حبيبه القلب والفؤاد. حبيبي شايق. يا روح شايق. اريد اطلب منك طلب وما تقول لي لا. تكون هدية ولا شيء. إذا مت يا شايق. إذا مت يا شايق. إذا مت يا شايق أريدك تتزوج. إذا مت يا شايق أريدك تتزوج. واحدة بتموت. أنا عارفة بس حضرتك يعني دلوقتي أنا فين الأستاذ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لما عايز تسجل ده؟ بس نبغى نركز شوي على الاداء، الى الان الاداء هابط جدا، يعني نبغى نرفع شوي يعني، نبدوي شوي. وين كنت يا شايب؟ حرام عليك تتركني قبل ما اشوفك. لا تقولي شيء يا شوق، والله قلبي بيتقطع اذا تركتيني. انا حاسه يا شايب اني راح اموت. بعيد الشر عنك وسلامتك، سلامتك يا شوق يا حبيبة القلب والفؤاد. حبيبي شايق. يا روح شايق. أريد منك طلب وما تقول لي لا. أكيد هدية. إذا مت يا شايق أريدك تتزوج. إذا مت يا شايق
تريدك تتزوج ممكن نفس اليوم. ما تجيبوا لي كده، انا مش استغفر الله. جيبوا البتاع ده بتاع العياض ده، ممكن بصل، ممكن في ده بصل فيه، مش محتاجه طريقه يعني. والله انا فكرت ممثلات كده بيعيطوا من نفسهم، طريقه لازم الادوات. مش في كل وقت، مش في كل وقت يعني. يعني كيف عشان تعيطين؟ المفروض انه مشهد مثلا بس ما تدخلني على حاجه كده لسه بعرفها وبشوفها وتقولي عيطي دلوقتي. مش هعيط لك دلوقتي وتقولي عايز دموع دلوقتي، عمري ما هجيب لك دموع شوي دلوقتي. شوي وتعيط بعد شوي. طيب يا استاذ يعني ممكن بعد شوي جيبوا لنا هذا. تقولي عيطي دلوقتي واعيط دلوقتي، مش هتحس حتى الموضوع مش مساله يعني. عيطي دلوقتي، عايز دموع دلوقتي، اجيب لك دموع دلوقتي منين؟ طيب خلي الست تجيب لنا ازازه جرسين. طب نعمل بروفه عشان البدء، نركز على اللهجه الله يخليك. طيب وين كنت يا شايق؟ حرام عليك تتركني اموت قبل ما اشوفك. انا بس عايزه منك استاذ نزيه اللهجه. اللهجه صح اوكي، الاحساس ده بقى بتاعي انا مش بتاع حد تاني. ماشي اللهجه يا استاذ اعطيها انت ولا اعطيها انا؟ من عندي اللهجه. مش بدوي وسوري لك حبيبي شايق. يا روح شايق اريد منك طلب. اريد منك، اريد منك طلب ولا تقول لي لا. اريد منك طلب وما تقول لي لا. اكيد هديه يا شوق. اذا مت يا شايق اطلب منك، اذا مت يا شايق لازم تتزوج. اذا مت يا شايق لازم لازم تتزوج، يعني حريصه علي انه ما اتوه. يا حبيبي انا عارفه. حاضر يا استاذ ايمن هات لي جريسلين لو سمحت. قالوا الاستاذ نزيه يسجل الحته دي، انا بحفظ، انا مش عايزه احساس حضرتك تدوني. انا عارفه احساسي اعمل زي، مش هعمل زي حضرتك ما بتعمل، هقلدك يعني في احساس. انت ليك احساس وانا ليا احساس بالظبط. انا اخد بس اللهجه وسيبني احساسي لوحدي انا. مو انت بمسا هدخل في احساسك؟ انت ليك لهجتك تديها لي بس. انا ليا قدامي اذا شفت رياكشن معين او احساس أوكي معين. لا انا بحفظ ما بديلكش. طيب احساس، انا بحفظ اللغه بتاعتك اللي انت اللي احنا ما نعرفهاش يعني. فهمت حضرتك؟ دي لهجه مش لغه الله يخليك. تفضلوا. وين كنت يا شايق؟ وين كنت يا شايق؟ وين كنت يا شايق؟ حرام عليك تتركنا موت قبل ما اشوفك. لا تحكيني يا شوق، لا تحكين، قلبي بيتقطع اذا تركتيني. آه أنا حاسة يا شايق. مفيش حاجة اسمها آه يا ابني. يا حبيبي أنا بقول آه عشان أنا عيانة. مش أيه الأستاذ بيقول لك الإحساس إن أنا من فضلك تسيبني أكلم، لما هو يشوف حاجة غلط هو هيقول لي. طيب معلش تفضل. أنا حاسة يا شايق إني راح أموت. بعيد الشر عنك وسلامتك يا شوق، يا حبيبة القلب والفؤاد. حبيبي يا شايق. آه أنا قلت آه زيها ترى. يا شايق دي آه يا حبيبة شوق. إيه يا روح شايق. أريد منك طلب وما تقول لي لا. أكيد هدية يا شوق. لا يا شايق، إذا مت أريدك تتزوج. تمام يا أستاذ، بس باقي الدموع ونخلص. آه وين كنت يا شايق؟ حرام عليك تتركنا موت قبل ما اشوفك. لا تقولي شيء يا شوق، لا تقولي شيء، قلبي بيتقطع اذا تركتيني. يا استاذي انا اللي ابكي ولا هي؟ راجل يبكي. وين كنت يا شايق؟ حرام عليك تتركنا موت قبل ما اشوفك. لا تقولي شيء يا شوق، انا بموت بموت اذا تركتيني. أنا حاسة يا شايق إني راح أموت. بعيد الشر عنك وسلامتك، سلامتك يا حبيبة القلب والأفواه. حبيبي شايق. قولي قولي يا روح شايق. أريد منك طلب وما تقول لي لا. طلب؟ وش هو الطلب يا شوق؟ إذا مت يا شايق أريدك تتزوج. يعدي رغم ما في أي دموع ولا في أي
والله مالكش دعوه بالدموع، انت ليك دعوه بالاح، مالكش دعوه خالص بالحكايه. واحده بتموت بتودع خطيبها، هو بموت بعيط ولا ما عيطش، انت مالك؟ انت بتخليني فعلا انا يعني مش عارفه اقول ايه. ما في فايده يا شيخ، ولا تتعب ولا تعذب حالك. ايش الكلام اللي بتقوليه؟ ان شاء الله هجيب لك الحكيم. ما في فايده يا شيخ ولا تعذب حالك، وما في فايده من الحكيم. علتني الامراض علات علات، علت عليل على عالي علاتي. ترى الحبيب فات عني ترى فات، فوت الفوات وفايت الفوت فادي. علتني الأمراض علات علات، علت عليل على عالي علاتي. إيه. ودي لازم أقولها أنا؟ ما ينفعش أنت تقولها يعني لأني جيت. علتني الأمراض علات علات، علت عليل على عالي علاتي. يلا زين. علتني الأمراض علات علات كده ولا؟ ايوه ايوه. علتني الأمراض علات علات. يا سلام. علت علي العالي، علت علي لن عل علي علاتي. علت الأمراض علات علات، علت علي العالي علات. ترى الحبيب فات عني ترى فات، فوت الفوات وفايت الفوت فات. تخرج على المقام حجاز هذا، تخرج تقولين شيء. انا مش عايزه اغني، انت اللي مصمم اغني وانا لازم اغنيها؟ لازم تغني. انا عايزه اقولها الشعر كده وخلاص، لان انا مش بغني. معناتها تعيطيني اذا بتقوليها شعر، عشان بجد يكون في احساس. العود بيغطي انه ما في واحده بتطلع في الروح بتغني. انا مش عارفه اعمل ايه. المفروض مع الربابه، بس ما ربابه ما. طب ما تغنيها انت يا استاذ، تغنيها لي. مش انا اللي بموت واطلع في الروح يا موت لي، اموت نيابه عنك. آه. المؤلف عايز انت اللي تموتي. قاعده تبغى تغير في النص. والله من عندك يا تشتغل كوميدي دي ولا تشتغل حزين دي؟ والله ما اعرف. ايه تشتغل كوميدي؟ يا واحده انت مش بتحترم الناس اللي قدامك. ثانيه واحده بقى يا استاذ نزيه، انا فعلا مش هكمل العمل ده. واحد بيقول لي بيتريق عليا، ده ينفع تشتغل معاه ازاي؟ انت ممثل ولا ايه؟ يعني انت المفروض تمثل مع الناس اللي قدامك، يكون عندك احساس مش بالطريقه دي. يا اخت سميره دقيقه واحد. سميره؟ لا ما اسميش سميره يا اخوي. طيب. ما اسميش من سمير، انت اسمك ايه بقى عشان اندهلك باسمك؟ حنفي عبد الوهاب. حاجه غريبه قوي، ايه ده؟ طيب. ده انت لازم تعلم تمثيل واحد اتنين، تحترم الناس اللي قدامك علشان الناس تحترمك. طيب. يعني لا انت ما بتحترمش اللي قدامك. طيب اوكي حقك عليا. لازم تحترم اللي قدامك عشان انا احترمك، مش هتحترمني مش هحترمك. ممكن تموتي كويس؟ انا عايزك تموتي بجد. في مخرج هو اللي يكلمني مش انت، انت ممثل زي منتج بقى، مش منتج على نفسك. انما انت هنا ممثل تمثل وخلاص، في مخرج هو اللي يتكلم مش انت. مش هقبل منك اي حاجه غير انك انت تقول لي الكلام بتاع بلدك وخلاص. انا في الموته بتاعتك مش المشهد مش هينتهي، معناتها هنغيره. تغيره يكون احسن. طيب موتي كويس الله يخليك بجد. انا عايز واحده الشاب. يا حول الله يا رب. اقول له شين يقول لي حاء، اقول له الف يقول لي ب. في واحد شايف في المونيتور فوق بيتكلم على اللي هو شايفه. انت خليك في نفسك بقى لو سمحت، ما تنفذنيش من فضلك اكتر من كده. عشان انا عيط لازم تموتي صح؟ وايش تقولي يا شوق؟ ان شاء الله هجيب لك الحكيم وصحتك تصير بخير ان شاء الله. ما فايده، ما في فايده يا شايق، لا تعذب حالك، وما في فايده من الحكيم. ايه علتني الامراض علات علات، علت عليلي على عالي علاتي. ترى الحبايب فات علي طرفات. فين علي؟ عني طرفات. خلاص يا اخوي. طيب. فوت الفوات وفايت الفوت فات. فوت الفوات وفايت الفوت. فوت الفوات فات. يا استاذ ايش رايك انت؟ الاداء مقتنع فيه؟ اصل انا مش حباها الكلمه دي، اختصرها. الحين 45 دقيقه واحنا قاعدين نسوي فيها المقلب، ما كفايه كذا؟ طلعنا بكل اللي نبغاه. نعطيه المشهد اللي بعده ولا ايه ولا؟ يلا اقرا المشهد ذا لو سمحت. بقول لك ايه يا استاذ نزيه؟ ايوه. تكلمش معايا خالص. ليه؟ بجد يعني.
بس ايش رايك في المقلب اللي عملناه فيك؟ مقلب يا اخوي؟ كل ذا لا تصوير ولا مسلسل ولا نيل، احنا بنعمل فيك كاميرا خفيه، يعني حاجه زي الكاميرا الخفيه كده، مقلب يعني. ايش رايك في المقلب؟ يا نهار اسود، انا كنت هضربه. والله كل ده مقلب وحياتي، بنعمله ليك من ساعه. انا عفاف رشاد اسم معروفه، بس هنا انا كرهتك، قرفت منك. انت مصري ولا اردني ولا ايه حكايتك؟ انا من جده سعودي. والله العظيم، وده ايه ده بقى؟ ما شاء الله انت اديتوني. ايه رايك كده؟ شفتي انا فاكراك بتديني ورقه يعني ان كده يعني بتهرج برضه زي تهريجك ده، بس انت بجد كنت انا قايله لهم ان انا هضربه بعد ما اخلص المشهد. طيب حقيقة. وانا كده كنت زي الهبله عماله اقول وعلت علتني وقول لي خرجت من المقام. عموما ميرسي ليك، ومش عارفه مش هقدر اقول لك انا اسفه، لان فعلا انت غصتني وضايقتني. طيب انا المتاسف. طيب لا بس برافو عليه، والله شاطر فعلا، حسسني انه بني ادم وبيقول لك ما بيمثلش وبيغني. طب انت مالك ومال الاحاسيس بقى والحاجات اللي انا بعملها دي؟ عموما كل سنه وانتم طيبين، وميرسي جدا على المقلب ده. على فكره انا اول مره يتعمل فيا مقلب زي ده، وعلشان كده انا اكلته بسرعه. انا اساسا بصدق اي حاجه بسرعه، يعني اي حاجه ممكن تخطر على يعني حد يقولها لي ممكن اصدقها، فانا صدقت الموقف واقول له برافو عليه طبعا ان هو عمل كده. حقيقي برافو، كل سنه وانتم طيبين.